اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتلاحظوا حنايا من امام بحر ديال مسجد الحسن الثاني، اثناء البحر اللي هايش وكاين يعني حركه الجزر كيفما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر. طبيعه الحال اليوم يعني خطر بالنسبه للناس يجوا يعوموا في البحر في ظل طبيعه الحال هذه الاجواء اللي هي اجواء يعني غائمه تقريبا، يعني اجواء الشتويه خصوصا يعني بعد الامطار القويه اللي كانت امس في العشيه. كانت يعني امطار قويه جدا مصحوبه طبيعه الحال بثلوج كما كتلاحظوا معانا. البحر اللي هايج في هذا الاثناء كما كتلاحظوا معنا هي اجواء جميله واجواء مثيره في هذه اللحظات هذه من قرب مسجد الحسن الثاني. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر بطبيعه الحال كاين عمليات او حركات الجزر في هذا الاثناء في هذه اللحظات هذه. بطبيعه الحال البحر هايج ثم اكيد ما يصلحش اليوم يعني للعومان باي شكل من الاشكال، يعني لا سواء يعني في البحر لا سواء هنا ولا في عين دياب، يعني نفس الشكل خصوصا انه في عين دياب يعني كاين واحد الخطر اللي كبير. حتى هنايا كذلك خطر كبير لانه عامر البحر عامر بالحجر، فضل يعني الهيجان ديالو فشي حاجه اللي بطبيعة الحال غير معقول انه بيضاويين يخرجوا يعوموا اليوم او الشباب خصوصا الشباب فيحاولوا يردوا بالهم اذا اقتضى الحال وخرجوا فيحاولوا يردوا بالهم، ومن الافضل انه ما يخرجوش اليوم يعوموا لانه كما كتلاحظوا يعني الاجواء يعني ما كتبشرش يعني الانسان انه يخرج يعوم في ظل هذه الاجواء هذه اللي هي اجواء غائمه واجواء يعني اللي مع هيجان ديال البحر وعمليه الجزر. كيكون البحر هايج يعني في اي لحظه راه يقدر يتمد، يقدر يعني تكون حركه الجزر او المد. مشاهدينا الكرام ثم في البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء أو بالضبط من أمام مسجد الحسن الثاني كما كتلاحظوا معنا بالقرب كذلك يعني في البحر ديال المسجد الحسن الثاني كاين هيجان كبير وحركة الجزر في هذا الأثناء هذه. مشاهدينا الكرام كنتمنى نكونوا خلنا لكم المعلومة ديال هيجان البحر باش يعني كل السكان ديال مدينة البيضاء أنهم يحاولوا ما يخرجوش اليوم يتبحروا، خصوصا أنه في كانت موجة حر في الاسبوع الماضي كان الناس يعني تولفوا انهم يخرجوا تقريبا يوميا يعوموا، فاليوم يعني ما صالحش للعومان. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، مبقى لي نقول لكم تبقوا على خير على امل، التقي بكم بث اخر بحول الله، الى اللقاء.